فضيلة الشيخ، يقول السائل: ورد في الحديث أنه يقول بعد الشهادتين: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فهل هذا صحيح؟ يقوله بعد فراغ الأذان إذا أتى بالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة والفضيلة، يقول: رضيت بالله ربا، هذا آخر شيء، رضيت بالله ربا آخر شيء. نعم.